بسم الله، انا دكتور علي محمد الكولي، مدرس امراض الدم. هنتكلم على الاكزاميشنز اللي ممكن تهمنا في الهيماتولوجيك ديزيزز. ازيك يا استاذ كريم؟ اسم حضرتك ايه؟ احنا نستاذن حضرتك ان احنا نسجل الفيديو ده عشان بس نشرح للطلبه طريقه الكشف. موافق على التسجيل؟ الف سلامه عليك. من الحاجات المهمه اللي ممكن تقابلنا في الهيماتولوجي الاكزاميشن اوف فيس، لان طبعا الفيشل تشينجز او فيشل اكسبريشنز اللي ممكن تتغير مع الهيماتولوجيك ديزيز، واشهر هيماتولوجيك ديزيز ممكن يعمل لنا فيشل ابنورماليتيز او تشينجز الثلاسيميا ميجور. الثلاسيميا ميجور بيحصل طبعا الفيشل تشينجز بسبب الهايبر سيلولار بون مارو، البون مارو اكسبانشن اللي بيغير الكونفورميشن بتاع البون. فالمفروض لو انت جات لك ستيشن اللي هي اكزامين افيس اوف فيشل ثلاسيميا او فيشل اكزامينشن اوف فيشل ثلاسيميا، فالمفروض ان انت حضرتك اول حاجه تقدم نفسك. السلام عليكم، انا دكتور علي محمد الكولي، مدرس امراض الدم، استاذنك ان انا افحص حضرتك. وبعد كده تبدا الاكزامينشن بتاعك. لازم تبقى واقف على يمين العيان، دي من الحاجات المهمه جدا في الاكزامينشن، وتقدم نفسك لان التقديم ده برضه مهم جدا فور فاميلياريتي، وبرضه في الامتحان بيبقى عليه درجه انك تقدم نفسك. وبعد كده تبدا تعمل الاكزامينشن. وانت بتفحص الفيس اول حاجه هتعمل جنرال انسبكشن، ان انت هتبص على الفيس ككل على شكل السكال، على شكل الفيشيال بونز، ولو في اي حاجه ظاهره تعلق عليها. طبعا عينين الثلاسيميا بيبقى في حاجات ظاهره جدا من فروم ذا فيرست لوك، ان العيان الثلاسيميا بيبقى غالبا في عنده فرونتال بوسنج، ان انت بتلاقي الفرونتال بون او الجبهه بتاعته بقت عريضه وحجمها كبير. ثاني حاجه بتلاقي سوبرا اوربيتال ريدجز اللي هي فوق الحواجب ديت بقت بارزه شويه عن البون، بتلاقي ريزد سوبرا اوربيتال ريدجز. ثالث حاجه المجزلي اللي هم الخدين بتلاقيهم برضو برومننت، بنسميهم برومننت مجزلي. رابع حاجه ان انت لو نزلت تحت وبصيت على اللور جو بتلاقي ان اللور جو اصغر من الابر جو، وبتلاقي ان السنان اللي فوق بارزه شويه وبعيده عن بعضها، ودي بنسميها بروجنسيزم اند سيبريشن اوف التيس، بروجنسيزم اند سيبريشن اوف التيس. وده لان الابر ريمس بتاعت الجو من ضمن السكال وفيها بون مارو في الاطفال، وبالتالي بيحصل لها اكسبانشن وبتكبر. انما اللور جو ده المندبول ده مش ما فيهوش بون مارو فما بيكبرش، فبنلاقي عندنا البروجنثيزم والسيبريشن اوف التيث. بعد كده تبدا تبص على الاي، لما تيجي تبص على الاي تحط ايدك الشمال على راس العيان فيري جنتلي، وتبدا تقول للعيان بص لفوق، بص للسقف، وتشد انت العين الجفن من تحت علشان تبص على الكونجكتيفا وعلى الاسكليرا من تحت علشان تشوف العيان عنده كالور وجوندس. العين الثلاسيميا دي هيموليتيك انيميا، فعنده انيميا فبتلاقي عنده كالور، وبيبقى عنده هيموليسيس فبتلاقي عنده تنج اوف جوندس. فالعينين دول هتلاقي في عينيهم كالور وهتلاقي عندهم جوندس. دي من الحاجات المهمه اللي انت المفروض تاخد بالك بيها. واخر حاجه بتبص على الكالر اوف السكين، لان العينين بتوع الثلاسيميا من كتر الهيموليسيس البلاد ترانسفيوجن بيحصل عندهم هايبر فيريتينيميا، والهايبر فيريتينيميا ديت بتعمل لنا البرونز ديسكالريشن بتاع الهيموكروماتوز، بتاع السكندري هيموكروماتوز. من الحاجات الثانيه المهمه برضو في الفحص بتاعنا الليمف نود اكزامينشن. الليمف نود اكزامينشن مهم جدا في ديزيز كتيره من الهيماتولوجيك ديزيز. نستاذنك بس نفحص المغدد الليمفويه في رقبتك وتحت بطنك، تمام؟ طبعا انتوا عارفين الجروبس اوف الليمف نودز، في انترنال جروبس، في التشيست، وفي في الابدومين، وفي الاكسترنال جروبس اللي هي بره وسوبرفيشال، اللي احنا عندنا السرفايكال والاكزيلري والانجوينال. اللي يهمنا قوي السرفايكال والاكزيلري. الانجوينا لها اسباب كثيره جدا تكبرها، لانها بتاخد درين من اللور ليمبس كلهم، فمع اي انفكشن، مع الناس اللي بيمشوا حافيين، مع الانفلاميشنز، مع حاجات كثير جدا ممكن تكبرها. فالانجوينا ما بتبقاش سبيسيفيك قوي زي السرفايكال وزي الاكزيلري ليمف نودز. السرفايكال ليمف نودز في عندنا سوبرفيشال وديب وابر ولور، سوبرفيشال وديب وابر ولور. وعندنا السوبرفيشال السيركولار جروب اللي هي بتبقى تحت المندبل، واللونجيتيودينال جروب. السيركولار جروب لما نيجي نفحصهم برضه نفس الكلام، لازم تثبت راس العيان كده فيري جنتلي بايديك الشمال، بحيث العيان يبقى باصص قدامه بالظبط، لا رافع راسه لفوق ولا لتحت، عشان تعمل ريلاكسيشن للماسلز اوف ذا نيك وتعرف تفحص الليمف نودز. واهم حاجه في طريقه الفحص الرولينج، ان انت تعمل رولينج كده، لان الليمف نودز زي البليه كده، فالمفروض تعمل رولينج عشان لو في حاجه تحسها كويس. فبنبدا باول جروب تحت الدقن على طول اللي هي الساب مينتال. الساب مينتال جروب. وبعد كده الساب مانديبولار في اخر المانديبول، ساب مانديبولار على الجنبين، على الجنبين. وبعدين بري ريكولار قدام الودان على الجنبين.
وبعدين البوست اوريكولار ورا الودان على الجنبين. وفي الاخر الاوكسيبيتال دي بتبقى ورا كده عند اخر الترابيزياس ماسل، عند الترابيزياس ماسل مع الاسكابل فوق خالص كده بعد الودان بشويه، دي الاوكسيبيتال ليمف نود جروب برضو على الجنبين، دي السيركولار جروب. بعد كده اللونجيتيودنال جروب دي بتبقى موجوده حوالين الستيرنوكلايدوماستويد ماسل. اقعد كده كريم. يعني ادي الستيرنوكلايدوماستويد ماسل وادي الثانيه اهي. المفروض ان الليمف نودز بتبقى هنا حوالين الماسل. في سوبرفيشال فوق الماسل وفي ديب تحت الماسل. فالسوبرفيشال اللي فوق الماسل برضه هنجيبها عن طريق الرولينج، ان انا اعمل رولينج كده فوق ادي الابر، واعمل رولينج تحت ادي اللور. رولينج رولينج. طبعا احنا المفروض كومبارابل برضه عشان يبقى مظبوط، يعني المفروض انا اجيب الابر على الناحيه الليفت وبعدين الابر على الناحيه الرايت. لور على الناحيه الرايت وبعدين لور على الناحيه الليفت. لازم تبقى كومبارابل، يعني تعمل نفس الليمف نود جروب على الناحيتين. الديب بقى مش هتعرف تعمل لها رولينج، ده هي تحت الماسل، فاحنا بنمسك الماسل كده ونعمل لها بنشنج علشان نحاول نحس الحاجه اللي تحتها، يعني انا همسك الماسل كده واعمل لها بنشنج، واشوف هل هلاقي فيه بليه تحت ايدي ولا لا. ادي اللور ديب على الجنبين. وادي الابر ديب على الجنبين. وما تنساش ان في كمان اثنين ليمف نودز مهمين جدا تحاول تفحصهم، اللي هم السوبرا كلافيكلر، ودي بتبقى موجوده كده ورا الكلافيكل، ورا الكلافيكل تحاول تدخل ايدك كده ورا الكلافيكل تحاول تحس اذا كان في اي ليمف نود. والاسكالين ليمف نود اللي هي بتبقى عند الهيد اوف ذا كلافيكل، هنا عند الانسرشن بتاع الاسترنوماستويد ماسل، برضه تحاول تحس اذا كان في ليمف نودز واضحه هنا ولا لا. الجروب الثانية هي الاكزيلاري جروب. مش مشكلة. فالاكزيلاري جروب عندنا خمسة جروبس على شكل هرم رباعي. انتيريور جروب ودي هتلاقيها في الانتيريور فولد بتاع الاكزيلا هنا كده ورا الماسل دي بالظبط. والبوستيريور جروب الماسل اللي ورا الترابيزيوس، يبقى انتيريور جروب بوستيريور جروب. وفي ميديال جروب نايمة على الريبس. وفي لاترال جروب نايمه على الهيومرس هنا تحت الدلتويد على العظمه نفسها على الدراع. وفي ايبيكال جروب دي جوه خالص في الاكزيلا. لما تيجي تفحص تفحص ازاي؟ برضه نفس الاسكيما، لازم هتقدم نفسك وتستاذن البيشنت ان انت تفحصه وتقف على يمين العيان. وممكن تفحص العيان وهو قاعد وممكن تفحصه وهو نايم، يعني دي مش هتفرق قوي. بس من الحاجات المهمه جدا انك تمسك دراع العيان، تمسك دراعك يا كريم بعد اذنك، تريح نفسك خالص. والبيشنت يبقى ريلاكسد خالص، تحاول تريح دراعه وتحرك دراعه انت بحيث تقدر توصل للجروب اللي انت عايزه. وبايدك اللي انت هتفحص بيها بثلاث صوابع او الاربع صوابع تبدا تمسك داخل ايدك في الاكزيلا. ادي الانتيريور جروب كده، انا هحط ايدي انتيريور وجوه واعمل رولينج. والبوستيريور جروب العكس، اخليها كده ايه على الترابيزيوس ماسل واعمل رولينج. الميديال جروب هدخل ايدي على الريبس، احس الريبس بايديا. واللاترال جروب على الدراع، على ما بين البايسبس والترايسبس على الهيومرز. والايبكال جروب حاول ترفع دراع العين شويه كده وتدخل ايدك جوه قوي في الايبكس بتاع الاكزيلا. وبرده عن طريق الرولينج، لو حسيت اي ليمف نود على شكل بليه كده تبدا تحاول تشوف الكاركترستكس بتاعتها. لو انا حسيت ليمف نود بقى في اي حته سواء سيرفايكال او اكزيلاري، المفروض ايه الداتا اللي تطلعها؟ المفروض ده تطلع الحجم، تحاول تشوف حجمها ازاي، يا اما بايديك كده رافلي ان جنرال تشوفها مثلا نص عقله او عقله، وانت عارف ان عقلتك مثلا 2 سم فيبقى دي سنتي او سنتي ونص، او انك تقيسها بالمازون. تاني حاجه تحسها الكونسستنسي بتاعها، هل هي سوفت ولا هي هارد ولا هي فيرم، تشوف الكونسستنسي بتاع الليمف نود. وتالت حاجه ان انت تشوفها تندر ولا لا، ولا تندر لسه، يعني لو بتضغط عليها البيشنت بيتالم او بيحصل جريمسنج فيشل جريمسنج ولا لا، لان التندرنس والتندرنس في نودز هتفرق معاك جدا. لو هي تندر تشك في انفلاميشن انفكشن اكتر، لو هي تندرنس هتشك في مالجنسي اكتر. والحاجه الاخيره تشوف هل كل لينف نود لوحدها، يعني انت لما بتحرك ايدك بتلاقي كل بليه لوحدها، ولا ممكن تلاقي ثلاثه اربعه لازقين في بعض وعاملين لك حاجه كبيره كده وامالجاميتد ومش هوموجينس. ودي طبعا من العلامات الفيري دينجرس انك تلاقي امالجاميتد لينف نودز. من الحاجات المهمه برضه في الهيماتولوجيك اكزامينيشن انك تفحص الليفر والسبلين، وده هتاخدوه بالتفصيل في البرانش الهيماتولوجي والجي اي تي، الهيباتيك اكزامينيشن والسبلينيك اكزامينيشن، لان طبعا في
اسباب كتيره جدا في الهيماتولوجي بتعمل هيباتو اسبلينوميجري، دي من الحاجات المهمه. اخر حاجه ممكن يجي لك ستيشن اللي هو اكزامينشن اوف بيشنت ويز هيماتولوجيك ديزيز كده جنرال، ودي لازم تركز فيها على حاجات معينه. برضه هتقدم نفسك للبيشنت، تستاذنه ان انت تفحصه، توقف على يمين العيان وتركز على الاتي عشان ما تضيعش وقتك في الاستيشن. في حاجات مهمه جدا ما ينفعش تنساها لان دي على درجات مهمه، ودي اللي هي فعلا مهمه في الكلينيكال وفي الدايجنوست. من الحاجات المهمه جدا لما تيجي يجي لك عيان اكزامينشن اوف بيشنت ويز هيماتولوجيك ديزيز ان انت تبص على الفيس بسرعه كده في نص دقيقه، تبص على البالور والجوندس، وتبص على الفيشيال اكسبريشنز، وتبص على السكين كلر. رقم 2 انك تفحص الليمف نودز، الليمف نود اكزامينشن مهم جدا في الهيماتولوجيك ديزيز. رقم 3 الهيباتوسبيرينوميجال، من الحاجات المهمه جدا. رقم 4 النيلز، لازم تمسك ايد العيان وتبص على النيلز بتاعته وتشوف شكل النيل، هل هي نورمال ولا في سبويلنج في النيلز اللي هي الكورونيكي بتاعت الايرن ديفيشنسي، ولا في ديسكالوريشن، ولا في بيتنج، ولا في سورايسز. يعني من ضمن الفحوصات المهمه جدا معانا النيلز. ورقم 3 انك تبص على الانر اسبكت بتاع الهاند، شوف اذا كان العيان عنده بالمر اريسيما او عنده بالور واضح او في سيفير جوندس، فالعيان السكرين بتاعه كله بقى يلوش ديسكالوريشن. دي من الحاجات المهمه برضو في الهيماتولوجيك اكزامينشن.